مش لوحدك. على الهواء مباشرة وبرنامج مش لوحدك. عايز تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية أو نفسك تكمل دراستك؟ عايز تعرف إيه هي الطرق السليمة للتقديم في المدارس والجامعات المعترف بها للحصول على شهادات عليا؟ هنعرف إزاي إن الدراسة في أمريكا مختلفة تماماً عن طريقة الدراسة والتقديم في مدارس وجامعات مصر؟ وكمان إزاي نقدر نحصل على المنح الدراسية من الحكومة الأمريكية لتكملة الدراسة؟ وإيه هي الشهادات اللي ممكن تحصل عليها في وقت قصير جداً اللي بيها تقدر تشتغل وتساعد عيلتك؟ هنعرف كل ما يخص التعليم وإيه هي الوثائق المطلوبة في التقديم. كل ده هنعرفه يوم الخميس اللي جاي الساعة 7 مساءً بتوقيت كاليفورنيا في برنامج مش لوحدك. ضيف الحلقة المهندس شريف يوسف. البرنامج إعداد وتقديم إيناس خليل. مش لوحدك.